كنجي معنا رتينك برو يضربو كامل. شي عند عبد الاله او خطيره فريق بتكسلات، محاوله خطيره عطوشي، والهدف الاول لاعب عطوشي بطريقه جميله في الزاويه 90 كيركونها في شباك مرمى الحارس عبد الهادي، وكتغير النتيجه وكتصبح 1-0 لفريق بتكسلات. يا النتيجه تغيرات 1-0 لفريق بتكسلات. طالبي كيستعد، طالبي الحارس نبيل وعبد العاطي على مول اي بينما لاعب فريق مولوديه خريب بدا كيطالبوا بضربه جزاء بعد عرقله اللاعب عبد العاطي باريدي امام مربع العمليات، والحكم كيتغاضى عليه وما كيعلنش على ضربه جزاء، وكنشاهدوا احتجاجات لفريق مولوديه خريب كاع الحكم امام عصام كيقطع الهاري جميله عبد العاطي. جول الزئبقي عبد العاطي باريدي بطريقة اللاعبين الكبار، وهدف جميل، هدف ما يمكنش نقولوا عليه إلا أنه هدف رائع. أو الريفي يوسف إيدر كيقذف قذفة قوية اللاعب إيدر، وتدخل جميل الحارس عبد الهادي، وكترجع الكرة لعند الكربون كيقذف قذفة قوية وكتمر معادية مصافط بها حمزة عند أيوب كربوط. أيوب كربوط اش غيعمل بالكرة ديالو؟ مازال محتفظ بها، كيتدخل كيتوغل جول. أيوب كربوط كيتلاعب بالجميع وبطريقة جميلة، كيوضع الكرة في مرمى الحارس عبد الهادي، وكتغير النتيجة وكتصبح 2-1 لفريق بتكسلات. اي بعد ما ضيعوا لاعبي مولودية هدفين متتاليين ايوب كربوط يعد ذلك، جات عند ايوب كربوط كيتوغل قذفة قوية لايوب كربوط، وتدخل جميل الحارس عبد الهادي وكيخرجها للركنية، ركنية لفريق بتكسلات. 8 ديال الدقائق والنتيجة دائما الكرة وجميل بين لاعبي فريق بتكسلات في هذه اللحظات. قبلي عريضة قذفة قوية وعريضة كتنوب عن الحارس ومرتدة للمولودية. طرينيطا الحارس نبيل على مقابلة الشوط الثاني جميل، إيقاع مرتفع، محاولات بالجملة مولودية سخرية. طالبي العريضة طالبي كيستعد الطالبي العميد وقيدهم الفريق ونجم الفريق. على هدف ضربة خطا كيتوج اللاعب الطالبي. شنو يعمل زكريا؟ مازال محتفظ بالكرة ديالو. خطيرة الهدف الثالث لفريق بتكسلات بعد تهاون في الدفاع، وكتزفر على هدف الثالث. إذا الثالث لفريق بتكسلات من توقيع اللاعب بوغبا اللي وقع الهدف الثالث، وكتصبح النتيجة 3-2 بين مرتدة الطالبي. والحكم مكيعلنش على ضربة خطا، ومرتدة خطيرة والهدف الرابع لفريق بتكسلات من توقيع اللاعب حمزة، واحتجاجات بالجملة على حكم اللقاء بعد ما تغاضى على ضربة خطا واضحة لفريق مولودية خريبكة، كتصبر على مرتد هجومي لفريق بتكسلات. يتدخل في المناسبتين عبد العاطي غيلعبها، وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهاية اللقاء بتفوق فريق بتكسلات وتأهلوا للدور المقبل. إذا هنيئا لفريق بتكسلات التأهل، وحد موفق لفريق مولودية خريبكة في باقي المنافسات. إذا ما بقى لي سيداتي سادتي إلا أن أودعكم، أمل لقاء بكم في فرصة مقبلة بحول الله، وإلى اللقاء.
بلدي اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا كنشكروا قناه الفجر سبور تغطيه ديال المقابلات ديال الفوتسال، قربت لنا كاع الماتشات اللي كنتفرجوا فيهم. بخصوص المقابله كما الصوره كانت صعبه، والحمد لله تمكننا من المرور للدور القادم ان شاء الله مع الدراري، وطموحات ديال فريق فتح سطات ان شاء الله هو البقاء على كاس العرش في الدار ديالو، وان شاء الله نمشيو مزيان في البطوله.